زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش فعاليات صيف أبوظبي الرياضي والذي يستمر حتى 23 أغسطس في مركز أدنك أبوظبي. ويوفر صيف أبوظبي الرياضي مساحات رياضية لمختلف مستويات اللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع. تنطلق غدا فعاليات موسم طنطان الثقافي في المملكة المغربية في الفترة ما بين 26 إلى 30 يونيو 2024، والذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بهدف تسليط الضوء على تراث الإمارات بمكوناته الثرية والمتنوعة والجهود اللي تبذلها أبوظبي من أجل الحفاظ على العادات والتقاليد والقيم الإماراتية. فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة التميز العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وتعد بهذا أول مؤسسة شرطية تحصل على هذه الجائزة المرموقة دوليا بتصنيف 7 ماسات، وهي أرفع جائزة في التميز المؤسسي على مستوى العالم. انطلقت مبادرة سفراء التطوع البيئي من برنامج تكاتف التابع لمؤسسة الإمارات، والتي تسهم في دعم الزراعة التجميلية وزيادة المساحات الخضراء في منطقة الفلاح في أبوظبي، وتسلط الضوء على قيمة التطوع المجتمعي في تعزيز جهود العمل المناخي. وأخيرا كشفت دراسة حديثة صادرة عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن الإمارات ضمن أقل 5 دول عالميين في معدل الوفيات الناتجة عن السرطان، وذلك من بين 186 دولة. هذا الإنجاز بمثابة شهادة عالمية على التقدم الكبير الذي حققته الدولة في مجال مكافحة وعلاج هذا المرض. وهذه كانت أبرز العناوين لهذا اليوم.